مساء الخير ورمضان دايما كريم على هوا الراديو 90 90، حلقة جديدة مفيش منه، نجم وضيف. ضيفتنا بقى النهاردة سيدة جميلة كده مفيش منها كتير، لا في خفة دمها ولا في موهبتها ولا جدعانتها. اتكلمت كتير، إيمان السيد منورانا ورمضان كريم عليك. الله أكرم ورمضان كريم علينا جميعا، وكل سنة وكل مستمع الراديو 90 90 بخير يا رب. في حياة كل واحد فينا يا إيمو ناس مفيش منها وأيام مفيش منها. ايه اليوم اللي بتعتبريه اسعد يوم في حياتك؟ كل يوم بيعدي عليا انا وماما وبابا واخواتي وكل اللي بحبهم واحنا بخير وكويسين. الواحد لما كبر عرف ان هو ده بيبقى من اسعد الايام، ان يوم يعدي عليك بشكل طبيعي وانت بخير واهلك بخير. فمع الوقت بنكتشف ان هو ده يعني، لكن مش بنقعد ندور على السعاده بالمعنى الحرفي ليها يعني. النقله من الحقوق والمحاماه للتمثيل جت ازاي؟ انا كنت بمثل في مسرح جامعة عين شمس واخدت جوائز، وكنت بطلع دايما باخد المركز الاول في التمثيل على مستوى الجامعة وعلى مستوى الجمهورية. فبيقولوا ان حقوق بتخرج ممثلين اكتر ما بتخرج محاميين. طب اول يوم تصوير ليكي كممثلة بقى محترفة كان مسلسل ايه، وايه الذكريات بعد كواليس وتفتكري؟ اول يوم تصوير ليا كنت بدرس في الاوبرا في مركز الابداع الفني، وصفاء جلال كانت بتدرس معانا هناك في الدفعه الاولى، وكانت هي بتصور مسلسل مع استاذ عادل قطب، كان حلقات منفصله، فخدتني كلمت استاذ عادل عني وكده وخدتني صورت معاها في الحلقات المنفصله دي. ده كان اول مره اقف قدام الكاميرا. اكتر مشهد في مشوارك الفني كنت عامله حساب اليوم اللي هتصوريه فيه؟ أول يوم تصوير في فيلم الزهايمر مع الفنان عادل إمام. جميل، كانت الشخصية فكرينا كده كان الاسم بتاعها والريس والحركة. أيوة كان دور إجلال. أيوة فكان أول مشهد في الأوردر ما بيني وما بين الفنان الكبير عادل إمام، فده كنت شايلة هم اليوم ده يعني، لأن هو اختارني فأنا كنت حابة أبقى عند يعني الفكرة اللي هو واخدها عني تكون بالنسبة له مظبوطة. افتكري جملة قالها لك عادل إمام؟ هو ما كانش بيقول لي غير يا شربات. لا وهو فعلا صدق في دي، انت شربات على قلبنا كلنا وانت عارفه كلنا بنحبك قد ايه يا ايمان. طيب نروح لسؤال تاني، واليوم اللي قررتي فيه او خلينا اقول ايه، اليوم اللي قريتي فيه سيناريو ضرب نار قلتي ايه؟ لما قريت السيناريو بتاع ضرب نار اتبسطت، لقيت احداث كتير يعني، قصه بتشدك من وانت بتقراها على الورق يعني، طول الوقت في احداث بتحصل، مفيش ملل، بتبقى بتخلص الحلقه عايز تقرا اللي بعدها علشان تعرف حصل ايه والدنيا راحت فين. فاتمنى ان شاء الله انه يلاقي رد فعل حلو من الجمهور، لان فعلا المسلسل ده متعب شويه، اللوكشنات كتير جدا والاحداث كتير، فيا رب نبقى عند حسن ظنهم. ثقتك في ياسمين عبد العزيز او في اي فنان ممكن تخليكي تشاركي في اي عمل وانت مغمضه عينيكي؟ فكره الثقه بشكل عام. بص، ما هو انت بتثق في الفنان، في فنان بعينه ليه، لان انت عارف اختياراته، انت عارف ان هو بيختار عمل كتابه عامل ازاي، انتاجيا متوفر له كل العناصر، فانت بتبقى واثق في الفنان وفي اختياراته، فده بيخليك تثق فيه هو شخصيا يعني. إيمان السيد كانت مذيعة هنا في راديو 90 90، ودلوقتي بتقدم مسلسل مين في دول مع محمد نشأت. عايزين بقى نستقطب روح المذيعة وتطلع بينا فاصل. طب أنا كنت بطلع برا الاستوديو تماما. أنا مش كنت بطلع فاصل، ساعات كانت تجيلي مكالمة تضحكني أسيب الهوا وأطلع. لا تلقائي عيشي. طيب دلوقتي هنطلع بيكو فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع رامي الحلواني، وكل سنة وانتوا طيبين. وإيمان السيد هي نجمتنا مفيش منها كتير على الراديو 90 90. ورجعنا لكم مرة تانية ومفيش منها النجمة الجميلة إيمان السيد. اتكلمنا خلاص عن الأيام اللي مفيش منها، دلوقتي هنتكلم عن الأشخاص اللي مفيش منها في حياتك. نقدر نقول مين النص التاني في حياة إيمان السيد، أو مين الشخص اللي نقدر نقول عليه كاتم الأسرار؟ ماما. هي النص التاني؟ طبعا، احنا بنتعامل على ان احنا صحاب يعني، لدرجة ان هي حاليا احنا وضنا جنب بعض. فتقعد تنده عليا كتير، فروح لها اقول لها بقولك ايه، احنا بقينا من سن بعض دلوقتي. تقولي لي حضرتك. يعني نراعي السن واحنا بننده على بعض، فهي صاحبتي من زمان ماما. اشتهرتي في البداية إيمان بالتقليد وقلدتي إعلاميات كبار زي مثلا هالة سرحان، منى الشاذلي، محدش فيهم زعل منك وقتها؟
حتى لو حد زعل ما قاليش. يعني انا مش عارفه حد زعل ايه اللازمه بتاعتها. هلا سرحان سقفوا. كده يعني. طبعا كل التحيه والتقدير وحشتينا دكتوره هلا سرحان. طبعا طيب انت اقرب لباباكي اكتر ولا مامتك؟ ايه ده انت كده هتعمل بقى بص فجوه في العيله. لا بص انا عندي ما بفرقش في المعامله. انا بعتبرهم ولادي يعني. انا دايما اقول لهم مبسوطين يا ولاد. يبقى انا عدي السؤال. فما ينفعش. هما الاثنين غاليين عليا ربنا يحفظهم. طيب الراجل بيمثل ايه في حياه ايمان السيد؟ الراجل يعني هو الراجل هو. زي ما ربنا خلق وبيمثل ايه لبقيه الناس فهو يعني بيبقى الاب والاخ ويعني لو هو بني ادم كويس بيبقى سند. لان اجابه تقليديه قوي دي يا ايمو. بس ما هو ده اللي حاصل علميا يعني. انت عايزني اخترع لك ولا ايه؟ علميا الراجل هو الراجل. مين اقرب صحاب ايمان السيد في الوسط الفني؟ في الوسط في مش عايزه انسى حد بس هم قليلين قوي. يعني ياسمين عبد العزيز, في هلا فاخر, الفنان محمد محمود حد جميل جدا اشتغلنا سوا كتير وبحبه جدا والله. بص كل الناس اللي اشتغلت معاهم في بيني وبينهم علاقه طيبه جدا. وطبعا بيومي فؤاد ده عشره عمري يعني. في كل معظم الزملاء اللي اتعاملت معاهم علاقتنا طيبه جدا. طيب اشتغلتي في مشوارك مع نجوم كتير جدا, هنقول لك بعض الاسامي وتقولي جمله عن كل حد فيهم. ابتدي بياسمين عبد العزيز. جمله ياسمين يعني ست جدعه بتحب شغلها, بتحب الناس كلها تطلع في احسن صوره. محمد نجم الله يرحمه. الله يرحمه. هو فنان بنى لنفسه كيان فني كامل عن طريق المسرح, ودي حاجة نادرا ما بتحصل يعني. أحمد السقا. أحمد السقا برضو من الناس المجتهدة المكافحة جدا, وطول الوقت بيحاول يعني يحافظ على المكانة اللي هو فيها. خالد صالح. الله يرحمه يا حبيبي, كان فنان برضو ساب بصمة مميزة ما اعتقدش ان هي تتعوض بسهولة يعني. الزعيم عادل إمام. حبيبي ربنا يديله الصحة وطول العمر يا رب. وهو من الناس اللي شجعتني جدا وادتني فرصة أنا يعني إن أنا أحط في السي في بتاعي إن أنا اشتغلت مع الفنان عادل إمام, وفي فيلم الحمد لله الناس أشادت بيه زي الزهايمر, فدي حاجة في السي في بتاعي كويسة جدا. مين النجم اللي تقولي له أنا نفسي أشتغل معك؟ لما كبرت كده ما بقاش عايزة أقول لحد الكلمة دي. عايزة أشتغل مع كل حد مقتنع بيا, لأن لو هو مش مقتنع بيا خلاص أنا ما نفسيش أشتغل معاه. الله الله واحد. إيمان كل سنة وانت طيبة ونورتينا, ويا رب تكون الحلقة كانت دمها خفيف عليكي كده بالأسئلة وراضية عننا. رامي عيب انت عشرة عمر. أنا نفسي الحلقة دي كواليسها كانت تتصور. ما قبل بقى ما قبل البرنامج. نورتينا ورمضان كريم عليكي, وألف مبروك مسلسلك معانا على راديو 99 نجمة من نجومنا هنا. ومين في دول؟ إيمان السيد ومحمد نجم. الله أكرم وكل سنة وانتم طيبين, ودايما الراديو 90-90 بيفاجئنا ومتميز جدا في كل أعماله. يا رب دايما في كل خير, وبكرة إن شاء الله مستمعين حلقة جديدة مفيش منها هنا على الراديو 90-90.